كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول حلقة من حلقات رمضان، هنغني أغنية رمضان جانا وأحكي لكم قصتها النهاردة. أغنية رمضان جانا هي الأغنية الرسمية لشهر رمضان اللي بتحسسنا كده بفرحة رمضان، بقى فوانيس، زينة، بقى قطايف، كنافة. الأغنية دي لحنها محمود الشريف وكتبها حسين طنطاوي وغناها عبد المطلب، والأغنية دي ليها قصة غريبة شوية، تعالوا نعرفها مع بعض. أحمد عبد القادر في الوقت ده كان مقدم أغنيتين للإذاعة، وحوي يا وحوي ورمضان جانا، بس في الوقت ده الإذاعة ما كانتش ينفع الواحد يغني أكتر من أغنيتين، فباع الأغنية بتاعت رمضان جانا لعبد المطلب وباعها بستة جنيه. شايفين يا جماعة الأسعار زمان كانت عاملة ازاي؟ تعرفين الأغنية بكام دلوقتي؟ عبد المطلب خد الأغنية فعلا من أحمد عبد القادر وبقت الراعي الرسمي لشهر رمضان. أرزاق ربنا يكتبها علينا. عبد المطلب قال في الوقت ده إن الأغنية دي كانت أهم من البيان اللي المفتي بيطلع يقول فيه إن رمضان قرب، لأنه كان بيعتبرها الإعلان الحقيقي لشهر رمضان. وكمان قال عبد المطلب إن الأغنية دي لو خد عليها جنيه في كل مرة اتذاعت فيه كان هيبقى من أغنى أغنياء العالم. تعرفين الأغنية اتعادت كم مرة لحد دلوقتي؟ تعرفين هم مشغلينها أصلا دلوقتي؟ بعد ما خلصنا قصة الأغنية تعالوا بقى أسمعكم أغنية رمضان جانا. رمضان جانا وفرحنا غابه بعد غيابه وبقاله زمان، خلنو قوله شهر طوله، غنوا وقولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا رمضان جانا. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك اهلا رمضان جانا، قولوا معانا اهلا رمضان، رمضان جانا. طيب يا جماعة احنا كده خلصنا، دوبك الحق افطر عشان لحم بطني. يا رب تكون الحلقة عجبتكم ومستنيه كومنتات والشير واللايكات.